لأن الفول زي ما بيقولوا خرسان البطن، بينزل كده هي تاكليها الأكلة تقعدي عليها طول النهار. وهنخلل الفلفل البلدي، عشان تخللي فلفل لازم تجيب الفلفل البلدي الصغير. وهنعمل الهريسة الحمراء، ده أوانها، اللي عاوزة تعمل الهريسة الحمراء ده أوانها. وهنعمل فول بالسجق، ده يمشي معاك سحور، يمشي معاك فطار، كل حاجة. وهنعمل برضو الزبادي، الزبادي برضو من أساسيات رمضان وبيبقى حلو. ودلوقتي احنا لازم أساسي بقى نعمله في البيت. اتحصرت قوي لما لقيت علبة الزبادي قد كده وصلة 2 جنيه و3 جنيه، فقلنا على ايه نعمله النهاردة ونشوف هيتعمل ازاي في البيت. انا اول بقى ما قلت يا اكل، قلت بقى نجيب ضيفة كده حبيبتنا كده وتكون من الناس الكويسين اللي هيعملوا لنا النهاردة أكلة حلوة وعراقية، ومن الناس اللي رحبوا بينا قوي قوي. اتفضلي يا شيماء. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك؟ انت منورانا النهارده. طبعا بسم الله ما شاء الله عليك. السلام عليكم واقول طبعا المشاهدين الكرام. والله انا دقت كام اكله كده بس، يعني الكبه العراقي و كبه كانت حاجات حلوه. قولي لي انت بس كده الاكل اللي انتوا بتعملوه زي احنا كده في رمضان، مالينا كده اساسيات بنمشي عليها، انتوا عندكم ايه؟ احنا مشهورين بالبرياني. البرياني مشهورين بالدولمه. الدولمه دي عباره عن ايه بقى؟ مثل المحشي. محشي غالي. اريد كاسه صغيرونه. كسرونه صغيره؟ كاسه يعني كوبايه ولا في سلطانيه؟ كاسه. طب انا هوريك اللي عندي وشوف الكاسه بتاعتك بتاع ايه. زين اريد خاشوقه. ايه خاشوقه؟ ايه الخاشوقه دي؟ خاشوقه معلقه. خاشوقه ما كل دار وليها مدار وكل واحد ليه اسم. لما اعمل الحركه دي في البيت بروح ماسكه الحله واركن على جنب كده واروح اكلها بقى. ايوه احنا كلنا كده وصباعي ما بنرميش كده، بنقعد نلحوس وناكل، ودي احلى يعني دي بعد البرنامج هاكلها ما حدش يرميها. يا اختي ده انا بمسك الحله لما ينزل فيها شويه رز اقعد الحله احكهم واكلهم، بتبقى احلى حاجه. الحكاكه اسمها الحكاكه. احنا برضو بنقول قريب من كده بنحكها يعني كده. انا دي بتاعتي خلصت. الله اللهم صل على النبي، ايه الحلاوه دي؟ بصوا عشان تعرفوا، تعرفون اني شنو؟ شاطره. انت شاطره. هسه راح احط عليها الشيره. انت قلتي لي مثل حلو قوي بقى، قولي لي عليه. مثل؟ كنت لسه يا اختي بتقولي لي مثل حلو. لا اني اكو فد مثل دائما اقوله للناس. اللي شلون تسميها؟ انتوا عندكم مثل مصري اللي هو هم يبكي وهم يضحك؟ لا. امال ايه؟ احنا نقوله بالعراق ضربنا وبكى. ايوه احنا عندنا بالعراق شو نقول؟ هم نزل وهم تدبج فوق السطح. لا قولي تاني. هم نزل وهم تدبج فوق السطح.